اليوم تن نرافقوا صديقنا وحبيبنا الأستاذ الفنان الكبير حسين طلال إلى مرقده الأخير. حسين طلال من كبار الفنانين المغاربة الذين ساهموا في تأسيس الحركة التشكيلية، وكان مخضرما وعصاميا، وله الفضل الكبير في إرساء هذه الحركة التي اليوم نحتز ونعتز وبلادنا تعتز بها. فحسين طلال كما هو معروف هو ولد الشعبية، والكل تعرفه ولد الشعبية، ولكن هناك مفارقة كبيرة أن الحسين له شخصيته وله كذلك ما يميزه وما يختلف عنه من خلال الشعبية. فحين نقول طلال، طلال هو طلال، ولكن هذا لا يمنع من أن طلال كرس حياته لأمه وكرس حياته لخدمات الشعبية ولم ينسى أبدا نفسه. فاليوم حسين طلال يعتبر من الفنانين الرواد الذين أسسوا الحركة، وله فضل كبير على كل الفنانين الشباب اليوم بتواضعه، بحبه، بعطائه، بفيض كرمه، بكل شيء على روحه الرحمة والمغفرة، وله منا كل السلام. سوف يدفن فعلا إلى جوار أمه، وأنا شخصيا سهرت على ذلك أمس، حيث أتيت إلى هنا وطلبت من مدير المقبرة أن يمدني بقبر، ببقعة أو بقبر بجانب أمه، وفعلا سوف يدفن إلى جانب أمه على بعد تقريبا 7 أمتار. وهذا من رضا الوالدين، لأنه كذلك كان مرضيا مع أمه، وكان مرضيا معها في حياتها وفي مماتها وبعد مماتها. فالرحمة والمغفرة له، وكل المغاربة يترحمون عليه اليوم لأنه أعطى الكثير. فعليه السلام، رحمه الله، يرحمه ويسعد عليه. طلال كان ان غران سينيور، كان ديال كلشي، كان كلشي كيبغيه، والله يرحم شعيبي. انا الامنيه الوحيده ديالي هو يتدفن حدا مو، راني دويت مع الناس ضربات، وقفوا معنا، الله يوقف معاهم والناس كلهم، الله يكثر خيرهم، والله يرحمه طلال، كان ديال كلشي. هادي كان عيان شويه، ولكن ماشي اليتي كاع، والحمد لله، الحمد لله. انا الاخرى اللي عيط ليا قال لي يا ربيعه، حيت انا بلي كيمرض دائما كنمشي ندي الكلينيك ولا هذا، جبت الناس اللي كانوا مقابلينه، قال لي، قلت لي نديك لا كلينيك، قال لي لا، الفرمليه قالت لي لا، ما نديوش، غادي نديروا لي شي حاجه حتى الغدا، انا حيت ما عارفاش شنو واش داخله الموت. لا غد لي مع 9:30 ربيعه عتقيني غنموت، ما جيت فين وصلت لقيته طايح. قال لي الخدام ديالو راه غادي بيه دابا لي طواليت، صافي ربي سهل عليه، ما تمحنش بعدا، الحمد لله. لا لا الحمد لله، الحمد لله. نعم اييه، هذاك الشيء اللي كنا كنتمناو. صافي خيمه، لا بد من التذكير بان الفنان التشكيلي الطلائعي العصامي الحسين طلال يعتبر من الاسماء المؤسسه للحركه التشكيليه التحديثيه بالمغرب، الى جانب الرائدين احمد الشرقاوي والجلالي الغرباوي، وقد لعب دور كبير جدا في الارتقاء بالابداع التشكيلي الى مستوى العالميه، حيث صاحب اولا امه الرائده الشعبيه طلال في مختلف المحافل الدوليه، كما انه رسخ حضورا لافتا في مختلف الاروقه والمتاحف عبر العالم. وتنفرد تجربته اولا بخصوصيه اسلوبيه وبعمق رؤيوي وبرؤيه انسانيه قل نظيره، فهو ذلك الطفل الذي يجدد احلامه باستمرار. ثانيا انه لعب دور كبير جدا في تجسير الهوة بين مختلف الاجناس الابداعيه وبين مختلف الروافد الثقافيه، وعلينا ان نستحضر بفخر واعتزاز المعرض الايراني
الفن الإيراني المعاصر بمنتدى الثقافة بمدينة البيضاء الذي أشرف على إدارته وعلى تدبيره. ويبقى السي حسين طلال ذلك الإنسان النبيل، ذلك الإنسان الأريحي، ذلك الإنسان الذي يؤمن بأن الفن عليه أن يخدم القيم الإنسانية النبيلة. كان سخيا في إبداعه كما كان سخيا في وجوده. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع أصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.